الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وفي انطلاقة الشوط الثالث عشر للأبكار الثنايا المحليات، حيث هذه الشعارات الزاهية والأسماء الرنانة التي تزين أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة، بدأنا وعلى الله توكلنا. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون عبر قناة ياس وعبر القنوات الناقلة مباشرة مع المركز الأول، ليتابع الصدارة، ليتابع المركز الأول في هذه اللحظات من تحتل الصدارة ومن تنطلق في الكادر العلوي. هنا تتقدم وتنطلق متابعينا الكرام وعد محمد بن مهير بن سعيد المزروعي، يقدم وعد مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع القادمة السفينة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مقدما شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القدوم، احضر الطلب خليفة بن سالم بن راشد الكتبي هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز الرابع أتابع مبروك أحمد بن محمد بن سهيل بن هدف العامري هو القادم مع مبروك مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور والوصول، وصلت العزوم محمد بن سليم بالأسود العامري هو القادم في هذه اللحظات مع العزوم، يقدم شعار العزوم. بينما المركز السادس القادمة بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري هو القادم مع بنت المطر مع المركز السابع. المركز الثامن القادمة دوشة سالم بن خلفان بالعري الاكتبي هو الحاضر. بينما المركز التاسع القادمة في هذه اللحظات والحاضرة أتابع أسود عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري القادمة أسود في هذه اللحظات عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز العاشر القدوم أحضرت الشاهينية محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي هو القادم. هكذا يا من تتابع النداء الأول للعشرة الأسماء للعشرة النجوم، نعود وننقل الشاشات والكاميرات إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى التحدي الأول في هذه اللحظات، إلى السفينة من تحتل الصدارة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. شعار الرموز في هذا المساء، شعار الذهب في هذا المساء، يحتل المركز الأول، يحتل الصدارة. القادمة أحضرت وتقدمت العزوم محمد بن سليم بالأسود العامري هو الحاضر في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع مبروك أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري هو الحاضر، وحضرت أيضا أتابع القادمة والحاضرة، أتابع طلب خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي هو الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري، يقدم شعاره بدأت المعركة يا اخوان، بدأ الصراع
ما بين الكبار ما بين العمالقة، أوصلوا هالثنايا أوصلوا هالطرايب في هذه اللحظات ليتقدم شعارك يا بن مرخان قادم مع لمحة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي هو الحاضر وحضرت أيضا دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي هو الحاضر، ولكن نعود إلى الصدارة السفينة مع الصدارة ومع المركز الأول بشعارك يا بن حماد بشعارك يا بن حماد يقدم السفينة في هذه اللحظات محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن القادمة والحاضرة مبروكة أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري هو القادم بكل قوة، وحضرت أيضا في هذه اللحظات العزوم محمد بن سليم بالأسود العامري هو القادم في هذه اللحظات، أيضا القادمة دوشة وصلت سالم بن خلفان بالعري الكتبي هو الحاضر في هذه اللحظات، وأيضا بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري، ولكن أعود إلى الصدارة السفينة شعارك يا بن حماد يقدم السفينة في هذه اللحظات، أبحرت السفينة عبرت السفينة في هذه اللحظات والعصاف الأبطال الله 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 على السفينة وانطلاقتها محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي والعصاف الأبطال العصاف اجدادها ما حركوها السفينة اوصلت الاسماء، روح يا بن حماد روح يا بن حماد روح مع الفوز ومع الانتصار السفينة مع المركز الاول السفينة مع الصدارة في هذه اللحظات غادر الكبار لا يرضون إلا بالفوز لا يرضون إلا بالناموس لا يرضون إلا بالانتصار السفينة مع الصدارة ومع المركز الأول السفينة محمد بن علي بن محمد الشامسي، ولكن القادمة الشرود خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي هو القادم في هذه اللحظات، ما بين السفينة ما بين الشرود ولا السفينة، ولكن شعار الذهب والرموز شعار الإنجازات شعار البطولات شعار السجلات سلام يا بن حماد سلام السفينة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي المركز الثاني، الشرود خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي والمركز الثالث، وصلت مع المركز الثالث خفايا سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، والمركز الرابع وصلت العزوم محمد بن سليم بالأسود العامري، والمركز الخامس احضر الدوشة سالم بن خلفان بالعري الكتبي، إذا تهانينا والناموس لشعار السفينة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على هذا الفوز. 9 دقائق 14 ثانية بدون أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس، والمركز الثاني كانت الشرود بتوقيت زمني 9 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، والمركز الثالث أوصلت بتوقيت زمني 9 دقائق 16 ثانية 7 أجزاء من الثانية، وكانت متابعينا الكرام خفايا سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، تهانينا والناموس للجميع.